أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفة تجلو بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قامت بحمد الله غرفة عمليات المجاهدين بمنطقة ريف اللاذقية بجبل الأكراد والمكونة من كتائب التالية: كتيبة المهاجرين، كتيبة عمر المختار، كتيبة المعتز بالله، كتيبة صقور العز، وكتيبة التوحيد ولواء أهل السنة، وكتيبة العز بن عبد السلام، وكتائب أحرار الشام المؤلفة من كتيبة عبادة بن الصامت، وسرية الحسين بن علي، وكتيبة شيخ الإسلام بن تيمية، وسرية جنود الرحمن، وكتيبة نصرة المظلوم، بالتعاون مع كتيبة الهجرة إلى الله، وكتيبة الرحمن، ولواء أحرار التركمان، حيث قاموا بعملية بطولية رائعة استهدفت برج القصب وهو المسؤول المباشر عن قصف جبل الأكراد وقتل العشرات من المدنيين والأبرياء والأطفال. وانقسمت العملية إلى أربعة أجزاء تكونت من المداجن والبريد وأعلى البرج إضافة إلى كفرية وحاجزها، وتم بفضل الله تمشيط المناطق الأربعة بالكامل. ومن نتائج العملية غنيمة عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من دبابات وراجمات ورشاشات وقواذف، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر. وتم قتل عشرات من جنود جيش الأسد الظالم وأسر ستة من عناصره. ونزف لكم سقوط ستة من الأخوة شهداء نحسبهم مقبلين غير مدبرين، فإيمانا منا بوجوب الالتزام بالتزام الجماعة، واعتقادا منا بالبركة والتوفيق، وتصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. فقد نفذت العملية بتاريخ 2/9/2012، وذلك بعد إنشاء الغرفة بأسبوع واحد فقط، وإذ نتوعد النظام الظالم بعمليات أقوى وأشد بإذن الله، وما خفي أعظم، والقادم أدهى وأمر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تكبير. الله أكبر.